هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمري مؤمنة اننا كستات اصلا مميزين، واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشطر مننا. علشان كده من اول ما بدأت معاكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام. احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها، وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته. وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها، المكان بتاعنا النهاردة هو المالكي، وقررت اروح واجيب لكم اسرار اشهر وصفة رز بلبن في مصر من هناك. وصفة الرز بلبن الكلاسيكية البسيطة اللي طعمها رهيب من غير اضافات كتير، بوش مكرمش وقوام كريمي وخطير، حرفيا اكتر رز بلبن كريمي ممكن تعملوه في حياتكم. وبتمن طبق واحد بس من هناك انتوا هتعملوا حلة كاملة في البيت بنفس الشكل والطعم والريحة. ومن النهاردة انتوا مش هتعملوا رز بلبن ناجح وطعمه حلو وخلاص، انتوا هتعملوا الرز بلبن في البيت على طريقة المالكي بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. طيب هنبدأ بقى في المكونات بتاعتنا، وأول حاجة عاوزين 1/3 كوباية من الرز المصري، وهنغسله كويس قوي. لتر من اللبن كامل الدسم اللي جايبينه من عند اللبان ومش هنغليه قبل ما نستخدمه. معلقة كبيرة من القشطة البلدي أو قشطة وش اللبن، ونص لتر من المية، 6 معالق كبار من السكر، وبرضو الموضوع حسب الرهبة، يعني لو عاوزين تزودوا هتزودوا ولو حابين تقللوا براحتكم، ومعلقة كبيرة ممسوحة من النشا، ومعلقة كبيرة من الفانيليا السائلة. طيب هنبدأ بقى في الرز بلبن بتاعنا، وأول حاجة في شوية لبن صغيرين وبردين هندوب النشا كويس قوي. وفي الحلة بتاعتنا على النار هننزل بالمية وهنستنى لحد ما تغلي، وأول بقى ما المية تغلي هننزل عليها بالرز وهنقلبه كل شوية لحد ما يشرب كل كمية المية دي وبس كده. الرز شارب كل كمية المية بالظبط زي ما احنا عاوزين. بعد كده بقى هننزل عليهم باللبن، وأول ما اللبن يغلي هننزل عليهم بالسكر وهنقلب لحد ما يدوب كويس قوي. بعد كده بقى هننزل عليهم بالقشطة وهنقلب لحد ما القشطة تدوب. بعد كده هننزل عليهم بالنشا اللي دوبناها في اللبن، واخر حاجة هننزل بيها طبعا هي الفانيليا علشان ريحتها ما تروحش. وبس كده الرز بلبن بتاعنا جاهز وهنطفي عليه على طول. واول ما نطفي عليه وهو سخن كده على طول هنبدأ نغرفه. هنيجي بقى مع بعض للخطوات اللي هتخلي الرز بلبن بتاعنا يطلع بوش مكرمش زي ما احنا عاوزين بالظبط. واول خطوة بعد ما نغرفه هنسيبه بره لحد ما يبرد تماما في درجة الحرارة العادية جدا، يعني مش هناخده كده على طول وهو لسه سخن وندخله التلاجة. وبعد ما يبرد معانا تماما في درجة الحرارة العادية هنغطيه وهندخله التلاجة، يعني لو عاملينه في علب هنغطيها بالغطا بتاعها، ولو عاملينه في اطباق ممكن نغطيها بستريتش او ورق سلوفان، وهنسيبه متغطي في التلاجة بالشكل ده لحد تاني يوم. وبس كده ده شكل الرز بلبن بتاعنا تاني يوم بوش مكرمش وخطير. واخيرا جينا لاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو، وهو ان انا ادوق. اتفرجوا بقى على الجمال واطعم رز بلبن ممكن تاكلوه في حياتكم، بقوام كريمي ورهيب مستحيل توصلوا له باي طريقه تانية غير دي. وعاوزه اقول لكم ان هو هيفضل كريمي كده معاكم لايام مهما يقعد في التلاجة، وبتمن طبق واحد بس من هناك انتوا هتعملوا حله كامله في البيت بنفس الشكل والطعم والريحه. ومن النهارده انتوا مش هتعملوا رز بلبن ناجح وطعمه حلو وخلاص، انتوا هتعملوا الرز بلبن في البيت على طريقه المالكي بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت.
اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتم محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم اسئله ممكن تسالوني في الكومنتات وهرد عليكم. ولو حابين اروح مطعم معين واجيب لكم اسرار اكله معينه اكتبوا لي في الكومنتات، والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحه في اقرب وقت ممكن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رايكم في الكومنتات.